بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور شريف أبو العنين، أخصائي رعاية القلب والأوعية الدموية، أحد أفراد الطاقم الطبي بالرعاية القلبية وقسم القلب والقسطرة العلاجية. اليوم بحدثكم عن الخدمات اللي بيقدمها أو الفريق الطبي بالرعاية القلبية ويقدمها مستشفى الإحساء بالأساس. مستشفى الإحساء واحدة من أهم مقدمي الخدمة الصحية في منطقة الإحساء والمنطقة الشرقية، وحاصلة على شهادة الاعتماد من الجي سي آي والسباهي والكاب. واحدة من المستشفيات اللي أشرف أن أنا أعمل بها. بدايتنا في قسم الرعاية القلبية بدأ بتولي الدكتور محمد الراوي أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية بتكوين الفريق الطبي للرعاية، والذي يتكون من 2 استشاريين و4 أخصائيين للقلب. تحتوي رعاية القلب على في أثناء تسجيل هذا الفيديو إلى 8 أسرة، جاري توسيعهم إلى 13 سرير بما فيها سرير للعزل، ضمن توسعة كبيرة تشهدها المستشفى في الوقت الحالي. كمان المستشفى الحمد لله وبفضل الله وسعت مش بس التوسعة أفقية ومادية في حجم الرعاية، كمان توسعة في حجم الأداء والجودة في قسم القلب والرعاية، بإضافة خدمات كثيرة وعلى رأسها خدمة القسطرة التشخيصية والعلاجية لشرايين القلب. أمراض القلب بتتميز عن باقي الأمراض بصفة مهمة جدا، ألا وهي عامل الوقت. مريض القلب من المرضى الوقت فيهم أو الوقت معهم بيمثل ليهم حياة. تأخير دقائق ممكن يخسر المريض حياته لا قدر الله، أو يحكم عليه بمضاعفات تجعله غير قادر على ممارسة أنشطته الطبيعية المعتادة خلال حياته، ويكون عبء على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. من هذا المنطلق في ميزة الحمد لله ربنا حبنا بيها لأسرة القسم عندنا والرعاية القلبية، وهي سرعة الأداء في التواصل مع أطباء الطوارئ أو أطباء التخصصات الأخرى اللي بيحتاجوا منا استشارة أو أخذ الرأي لمجرد شكهم في أنه مريض ممكن يتعرضوا ليه في الطوارئ أو في أي قسم أو في العيادات، أنه هذا المريض ممكن يكون بيشتكي من أي أمراض القلب. سريعا بنتواصل معاهم، وإذا كان المريض فعلا في شبهة أنه يبقى مريض قلب بيتم في الفور التعامل معاه والتشخيص وطلب الفحوصات المطلوبة المفيدة في حالته، وبنقوم بالتشخيص المبكر اللي بيساعدنا كتير في العلاج، ويكون ده سبب في كتابة الشفاء دي على يد الله سبحانه وتعالى. أسرة القلب بتتعامل كأسرة واحدة، مفيش فرق بين طبيب وتمريض ولا ممرضة ولا عامل، كلنا داخل الرعاية القلبية، كلنا بنشارك بشكل أو بآخر في قصة النجاح للمستشفى وفي قصة شفاء المريض. كلنا بنشارك، كلنا كل واحد في دوره وفي تميزه في دوره بيؤدي إلى تميز المستشفى وبيعكس رؤية المستشفى لبلوغ أعلى مناصب الجودة والأداء الطبي والصحي في المنطقة، وده اللي بنبغاه. مستشفياتنا والله الحمد تحمل داخل قلوب الناس في منطقة الإحساء رصيد كبير بيزيد يوم عن يوم، ودي إحصائيات موجودة والحمد لله، ونتمنى أن يكون ده أكثر وأكثر في الأيام القادمة. خلاصة احنا بنقدم نبذة بسيطة عن الخدمة الطبية داخل رعاية القلب، واللي بتعكس رؤية المستشفى لتقديم خدمة طبية أوسع لكل المرضى، ويجعلنا ربنا سبب لشفائه، وبنيابة عن كل أسرة رعاية القلبية وأسرة المستشفى. معكم الدكتور شريف أبو العنين.